مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. من بعد العمل على أغنيته الأولى ولمدة 7 أشهر كاملة، أخيرا نزل مورمار أغنيته الأولى بعنوان حطيتك براسي، واللي حققت نجاح كتير كبير بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها على يوتيوب. فاللي لفت نظر المتابعين الفيديو كليب بالدرجة الأولى، فالتصوير والأماكن والإضاءة والستايل أعجب كل متابع. هذا غير البيت والموسيقى والكلمات خاصة، وخاصة المقطع الرئيسي للأغنية واللي انتشر على تيك توك بشكل كتير رهيب نظرا لشهرة نورمان على التطبيق. وهذا غير ردود الأفعال على الأغنية، فبعد دقائق قليلة فقط من إصدارها امتلأ اليوتيوب العربي بردود الأفعال على الأغنية، حيث حققت هالردود نسب عالية جدا من المشاهدات. شوف مضغوطين عاملين تعليقات اجنبيه انه ما بعرف ايش وما حلو غنيه هيك. بالعكس يا جماعه، كثروا التعليقات الاجنبيه، كثروا ايش بدكم تسووا، حطوا على وقت تكتبوا الاغنيه بيلد، بس بالاخير انتوا عم تكتروا التعليقات وعم تطلعوني ترند اكثر. شكرا. من بعد ما تساءل عدد كبير من الناس عن مدى صحه خبر خلاف ريدر وياسمين وسبب الانفولو اللي عملوه لبعض، كشف الثنائي بفيديو على يوتيوب على قناه ريدر انه كان مجرد مقلب فقط بالمتابعين لا غير، والخلاف كان غير حقيقي. بهذا البوست على انستغرام اعلنت نور ستارز انه اسم اغنيتها الجديدة حيكون بلوك، مثل ما توقع عدد كبير من المتابعين بالايام السابقة، وطلبت من المتابعين تحديد موعد لنزول الاغنية. متى تتوقعون راح يكون موعد نزولها؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات. من بعد تأجيله لموعد تنزيل الأغنية بالمرة السابقة، نزل جواني هالمرة الفيديو كليب على قناته على يوتيوب وأخيرا، واللي كان بعنوان أنا جواني. شو رأيكم براب جواني بالأغنية؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.